عندنا تكملة حل الأسئلة. عندنا السؤال الثالث فرع بي. طبعا بالسؤال الثالث مطينا هنا عدة حدوديات وطالب التحليل مالهن. الحدود هي الأولى، عندنا 20 ناقص 7 واي ناقص 3 واي تربيع. هنا أكيد راح تنحل بالتجربة، لأن ما دام 3 حدود وما بيها جذور، يعني 20 ما له جذر مثلا، فهنا نجرب بالأرقام. 3 واي تربيع جاية من 3 واي بواي، والعشرين جربنا 5 و4، لحد الوسط 7 منين جاية؟ من نضرب 3 في 4 يعطينا سالب 12، و5 في y 5y، والفرق بيناتهم راح يصير سالب 7 واي. هسه هاي خلصناها. نجي لهنا، هنا عندنا 9 زد تربيع ناقص 6 زد زائد 1. الجذر التربيعي للأول 3 زد، والجذر التربيعي الأخير 1. إذا ضربنا 3 زد ب2 ب1 راح تطلع لنا 6 زد، يعني طلع لحد الوسط. معناها هذا هو ينحل بطريقة المربع الكامل. فناخذ 3 زد و1 وبيناتهم الإشارة السالبة الموجودة بالسؤال، وفوق القوس نخليه تربيع. عندنا السؤال الفقرة الثالثة والأخيرة من هذا السؤال. عندنا 4 حدود، ما دام 4 حدود إذا نحلهن بطريقة التجميع أو التجزئة. هنا راح ناخذ 14 اكس تكعيب ويا 7 اكس تربيع، العامل المشترك مالهم 7 اكس تربيع، أو الجي سي اف مالهم 7 اكس تربيع. هنا راح نحصل على ان 7 اكس تربيع تتقسم على الاول والثاني، ف14 على 7 بيها 2، واكس تكعيب على اكس تربيع يبقى لنا اكس، وعندنا هذا المقدار يختصر وهذا المقدار يبقى بيه بس 1. وهنا نطلع العامل المشترك اللي هو 3، راح يطلع لنا 1 ناقص 2 اكس. ذني الاقواس ما متشابهة، هي المفروض ذني يشابهن، فنطلع سالب 3 خارج القوس. راح هاي يسمونها طريقة المعكوس، فداخل القوس راح ينعكسن، تصير 2 اكس ناقص 1. هسه الاقواس هنا تشابهت، فواحد من الاقواس ناخذه اول، والبقية اللي هي 7 اكس تربيع وسالب 3 نخليهن بقوس. انتهى حل هذا السؤال الثالث فرع به.